بنصبحكم بالخير بهالفقرة الفنية. الفنان حمودة الأمير معنا، تقريبا 18 سنة بالمجال بين الغناء وأيضا المشاركة في بعض الأعمال التلفزيونية والدرامية. صباح الخير حمودة، وأهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ حمودة لك 18 سنة بمجال الغناء، ولكن الغريب أنه بتحب دائما كنت تأدي أغاني غيرك، ما لك أغاني منفردة، فشو السر هون؟ صراحة ستي أنا ما يعني صراحة من الأمور الفن صار لي 18 سنة فعلا بغني، بس المشكلة ما يعني ما إجت الفرصة الملائمة الواحد إنه يظهر حاله أكثر من هيك يعني. بس الحمد لله يعني 18 سنة حصلت على محبة ناس كثير بالنسبة إلي، تشجيع ناس كثير، ناس بحبهم بحبوني. حلو، هذا أحلى شيء حصلت عليه يعني، أكثر من الفن وأكثر من أي شيء ثاني يعني. طبعا هو أهم شيء بالنهاية، أهم حب الناس. صحيح. شو الأغاني اللي بتحب دائما تغنيها؟ يعني لما الفنان بده يغني أغنية بيكون كثير حاببها ومقتنع فيها كعمل، فشو الأغاني اللي أنت بتلفتك شخصيا؟ أكثر أغاني بحب أسمع أغنيها يعني، بحب أغني طرب قديمة شوي. طرب. بحب اغني لابو وديع سلطان طرب، بحب يعني بحبه كشخصا يعني. والاغاني زي اللي بحب اسمعها اللي برتاح لها بحب اغنيها، ما برتاح ما بحب اغنيها. تمام. العود تعلمت عليه بشكل منفرد ولا عن طريق معهد؟ العود وانا صغير والدي كان له صديق عازف عود، فابو اللي علمه العود، بس قعدت اتعلم شوي 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 لغايه صرت اعزف يعني، بس مش نوته. والدك بيعزف يعني. عود؟ والدي لا، والدي كان يعني صوته حلو، بسموه صوت جبلي. حلو. فبقول لك فرخ البط عوام. طيب يلا شو بدك تطربنا هلا؟ هلا حابب اسمعكم شيء قديم شوي. اللي بدك اياه، اللي بيريحك. تعود على الله يا ضايع في ديار الله، على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله. من بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله، من بعدك انت يا غالي ما لي أحباب غير الله، ما لي أحباب غير الله. حلو. طيب حمود، احكي لنا عن مشاركاتك بمهرجانات، شو هيك المحطات اللي بتحسها مهمة بحياتك؟ أنا شاركت بمهرجان اسمه مهرجان، كان يسموه مهرجان شبيب زمان، هلا صار يسموه مهرجان زرقاء. زرقاء، أها. فشاركت فيه بأيام التسعينات مرة واحدة بس. شاركت ببرامج إذاعية كثير، كانت برامج مواهب، كنت صغير يعني. وشاركت في برنامج مجلة التلفزيون بال 89 حوالي. حلو. كنت صغير برضه. طيب لما تكون بمهرجان وهيك تتواصل مع الناس بشكل شخصي، خلينا نحكي يعني قاعد عم بتشوف ردات فعلهم، بتحب هاي الأجواء ولا أنت من النوع مثلا اللي بحب يسجل أغنية والناس يسمعوها، ما بتحب التواصل بشكل لا مباشر؟ بالعكس، أنا بحب التواصل مع الناس يعني كثير يعني. أنا يعني طبيعي بعمل حفلات عمالي بتواصل مع الناس، برتاح مع الناس يعني. بالعكس هذا الشيء حلو بحصل. في فنانين مثلا نوع من الخجل مثلا انهم بيحبوا يغنوا؟ لا، شغلة الخجل عديناها زمان، عديناها يعني. هلا خلص صارت واحد عادي، شيء طبيعي يعني، نشوف ناس قدامه عادي طبيعي. حلو. طيب والمسلسلات اللي شاركت فيها كمان لك مشاركه بمسلسلات؟ شاركت مسلسل كان عمري 9 سنوات، مسلسل خيط الدم. خيط الدم لمخرج نجدة أنزور. شو كان الدور أو طبيعة؟ كان عبارة هو مسلسل مشاركة. يعني درامي قديم يعني، بس كان فترتنا احنا الفترة كنا فيها احنا أطفال وكبرنا يعني، أكثر من أكشن كان بالموضوع يعني، كانت أولها خوفة وكاميرات وإشي بخوف كان. عانينا شوي بس الحمد لله تعديناها بسرعة يعني. بتحس ممكن بعدين تتجه للتمثيل ولا لا؟ صراحة لا، أنا ما بحب التمثيل، هاي التمثيل جتني هيك يعني فرصة هيك، بس أنا أكثر شيء همولي للفن. بس حاليا في توجه كثير مطربين وفنانين بحبوا يروحوا يمثلوا يعني، سواء أفلام أو دراما.
انا صراحه انا بحب الفن، ما بحب التجا للدراما والمسلسلات والكاميرات وسكوت حنصور سكوت خلص بدك تغني خلص بغني ما بدنا هيك. طيب شو بتحب كمان تسمعنا؟ سمعكم شيء اردني؟ تفضل. يا هلا ويا مرحبا، منين الركب من وين؟ اقبل علينا الضحى يا زينة قبالة، حنا نشام الوطن، حنا جنود ابو حسين، ربع كفوف الحمر والعقل ميالة. ويا برقنا العالي عبد الله الثاني، يا برقنا العالي غالي والله غالي، وشعبك يحبه غالي والله غالي. عبد الله يا عقيد القوم، راع الهاد للهاشمية، يا وطننا عزك يدوم، زغرديل وهردونية. شباب ونتباهى بقايد وطننا، شباب ونتباهى، جهلنا بالجاه والفارس منا، جهلنا بالجاه. وعبد الله يا عقيد القوم، راع الهاد للهاشمية، يا وطننا عزك يدوم، زغري ديله يا أردنية. كتير حلو، نتمنى لك كل التوفيق حمود الأمير. حكيت لي هلا في توجه لإنتاج ألبوم؟ هلا إن شاء الله في شغل بيني وبين موزع صديق إلي يعني اسمه بهاء داوود، وإن شاء الله حنكون في شغل بيني وبينه، إن شاء الله أعمل أغنية أو أغنيتين أو ثلاثة، وفي أغنية وطنية إن شاء الله حعملها بإذن الله، وإن شاء الله لو وفق يعني تكون بدرة خير إن شاء الله. دائما إحنا بدنيا دنيا وبرؤية بانتظار الأعمال الحلوة. شكرا لحضورك.